حمزه العيلي بيقدم في مسلسل تيتا زوزو شخصيه احمد جوز بنتها منى، وهو شخص طماع بيتسبب في مشاكل كتير لكل اللي حواليه. الشخصيه حققت صدى كبير عند الجمهور وتفاعلوا معاه بالاعتراض على تصرفاته. احمد من الشخصيات الرئيسيه في المسلسل، وده معناه انه حمزه العيلي كان عنده كواليس كتير مع كل ابطال العمل. سالناه عنها وكمان كلمنا عن وجود الذكاء الاصطناعي في احداثه وتفاصيل تانية كتير، وكمان تعاونه الاول مع اسعاد يونس بطله المسلسل. هو مو ياسين يستعد لمباراه الغد، الهاتريك القناص يحرز هدف خطير جدا. جاهز على الماتش بكره؟ عاوزك تقطعه. لما جالي الورق اتواصلت مع محمد عبد العزيز المؤلف، وقد ايه هو يعني انسان راقي وجميل ومهذب وفنان وشاطر جدا، عامل ورق حلو قوي. فكره طبعا اني هشتغل مع الاستاذه اسعاد يونس دي هنقعد نتكلم عنها كتير، كان بالنسبه لي يعني حلم ان انا بعشقها بحبها جدا. الدور بتاعي لقيت احمد ده اللي متجوز واحده من بنات زوزو، وهو راجل بخيل وبتاع مصلحته كده، هو غلبان بس برضو ايه يعني عنده حته كده، ومع احداث المسلسل بيحصل كده بلوفات وحاجات بتغيره في الاخر، بيفوق لفكره انه لا مش ما ينفعش يتصرف تصرفات او يعمل حاجات ممكن تضر حد من اسرته او عيلته. يعني هبقى يعني الناس كمان هتكتشف ده في الحلقات. تلاقيها مخنوقه دلوقتي. اكيد طبعا، انت ما سمعتش؟ طب ما احنا لازم نروح لها، المفروض نبقى جنبها. لا نروح لها فين؟ لا طبعا، ماما في المواقف اللي زي دي بتحب تقعد لوحدها في هدوء خالص. انت عايزنا بقى نروح بعيالنا بدوشتنا نقرفها اكتر؟ لا طبعا، بالعكس ده العيال هينسوها. قوموا يا اولاد يلا، قوموا غيروا هدومكم، هنروح لتيتا زوزو. يلا وبالمره نتعشى هناك. شخصية أحمد اللي بيقدمها الفنان حمزة العيلي في مسلسل تيتا زوزو بتتسم بالبخل وإنه بتاع مصلحته، لكن في نفس الوقت حمزة مقدم الدور بشكل لايت كوميدي مميز جدا. هو الدور فيه معادلة كده، انت مفروض بتقفلي منه. أحمد ده، وأنا اسمي أحمد في الشخصية أحمد سراج، ومرات اسمها منى، فأحمد ومنى الكليشيه المعروف يعني. طبعا اللي عاملة منى سمر علام ممثلة رائعة جدا، وانا كنت مبسوط قوي بالديو اللي بينا. فاحمد بخيل جدا، مع انه مستواه المادي مش وحش قوي يعني، بس هو بخيل. بخله ده بقى ليه اسباب بنعرفها بعدين كده في مونولوج بيدور ما بيني وما بين الاستاذه اسعاد زوزو. وجهه نظره في اللي هو مش بخيل في المطلق، هو مر بظروف معينه من هو صغير خلته حريص جدا، وبيوفر يعني بيشيل لأولاده اللي يخليهم ما يحتاجوش لحد، ده منطقه. بس هو معمول بقى بشكل لايت لطيف كده إن شاء الله يا رب. فكرة إن انت تبقي متغاظة منه وفي نفس الوقت في لذاذة كده شوية في الدور. حاولت يعني أوزن المعادلة دي، ويا رب الناس تتبسط بيها. طب هناخد معانا علبة كده. تاخد ايه؟ نقعد ننقنق فيها. ننقنق ايه؟ حط الحاجة ايه ده؟ يلا أنا اللي هسبقك. ها منى، منى خدي الاولانيه والثانيه. حمزه العيالي كلمنا عن اول لقاء جمعه ببطله المسلسل النجمه الكبيره اسعاد يونس. اول مره شفتها كنا بنصور في فيلا اسماعيل البحراوي، دخلت لها سلمت عليها، قالت لي كلام عارفه لما تاخدي شهاده او وسام. شكرت فيا يعني الحمد لله في شغلي ان هي متابعاني في حاجات. طبعا هي يعني روحي بحبها جدا، ومع الشغل عشقتها اكتر الحقيقه. التعامل بينا يعني في حاله خاصه كده بيني وبين زوزو، رغم ان هي مش طايقاني طول الوقت. يعني اللي جوه الشغل عكس اللي بره، احنا اللي بره يعني دايبين في بعض، جوه الشغل هي مش طايقاني، عامل لها مشاكل كتير فعلا، مبهدلها يعني، هي هتشوف الويل بسببي. وده كان عاجبني جدا في الشخصيه، وانه في الاخر كمان هو ما طلعش الشرير يعني او الوحش، لا هو بيعمل ده بس هو ما كانش عارف انه بيأذيها الاذى ده. فالتعامل بينا كان جميل، وطول الوقت فيه افيهات وفيه هزار، وهي ما شاء الله عليها يعني متطوره جدا، ذكيه جدا، بتعرف تلنك مع كل الممثلين. انت عارف ان انا ما بحبش اتدخل في حياه اي حد، وفي حياتك انتوا يعني، لكن حياه احفادي لا اتدخل. وانا بقول لك دلوقتي اللي انت هتعمله في حبيبه ده هيأثر عليها بقيه العمر. طب انا اعمل ايه طيب يا زوزو؟ ما العيشه بقت نار،
لو دخلت التلاتة مدارس انترناشونال هشحت، لازم اضحي بنفر. تضحي بنفر؟ انت راكب ميكروباص يا ابني، دخل الاتنين مدرسة عادية مع بعض. لا ما ينفعش، حمزة جينيوس، ما ينفعش ادخله مدرسة كده وخلاص. انما حبيبي اول ما تتم 18 سنة هجوزها. هجوزها؟ جوزها يصرف عليها بقى. ما انا عارفة، انا مش عارف احدل ولا بدل فيك، ما هو اللي له طبع ده ما بيطلعش الا في قبره.